على وقع أصوات الطلبات المتزايدة يسعى صابر أحمد ناجي الذي يعمل خبازاً بأحد المطاعم وسط مدينة تعز إلى إنجاز أكبر عدد من رغيف الخبز البلدي المعروف بالملوح أو الرشوش. ولعل ميراث المعلم صابر الذي يعمل على عجن وخبز ما يزيد عن 300 رغيف بلدي هو ما يمكنه من مواكبة كل طلبات الزبائن لهذا الخبز المعمول بالطريقة التقليدية المتميزة. أكثر من 500 وعليها ما أعتقد يعني ما عدوش يعني زي ما تقول هو كيسين نص والكيسين يطلع زي 180 حبة زي 300 زي 250 حبة هكذا. الملوح يحتاج حبة سوداء يحتاج عليها السمن حتى يطلع يعني تمام، بس إذا وقت الزحمة خلص عليك الشيء هذا تمشون بدون أي شيء بدون حبة سوداء بدون سمن عادي. ما إن يحن موعد الغداء ظهيرة كل يوم حتى تمتلئ مخبازة ذياب الواقعة في السوق المركزي بالزبائن، وقتها يظهر صابر مهاراته الممزوجة بقدرات استعراضية في عمل هذا النوع من الخبز وبسرعة متناهية تمكنه من تقديم أقراصه الكبيرة والمميزة وبجودة متساوية في المذاق الشهي على طاولة المخبازة الشهيرة. التقيس حقه كده يكون ملوح من الساعة 11 والرطب حقه مكانه من الساعة 11:30 عشان يربى، وبعدين يبدأ الطلبات من الساعة 12 حتى الساعة 2:30 يعني يبدأ العجين يخلص. والله الحرارة موجودة النار موجودة لكن واحد يتحمل الشغلة هذه، ونحن على كثر زباين ما تقدر تبلد الشغل تجزع. له لذة في الطعم وهو طازج واصل وهو طازج أصلاً. والخبز هذا الرشوش له مميزات كثيرة، مثلا في الحبة السوداء ما يسمى الحبة السوداء و يعني في أشياء كثيرة. يعتبر كذلك من تقاليد الأكل اليمني لأننا قد سمع شعله في أي مكان غير اليمن وخاصة في تعز. يقول صابر أنه يعجن يومياً 3 أكياس من الطحين تقدر عبوة الكيس الواحد ب50 كيلوغراماً، ويستطيع خبزها للزبائن الذين يفضلون أكل السمك المشوي أو الموفى على هذا النوع من الخبز البلدي. نمشي الكيس من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 10:30 ورجع حوالي 2 كيس ثاني، ونمشي نبدأ بالمغدى من الساعة 11:30 حتى الساعة 2:30 كده. للخبز الذي يصنعه صابر في تعز أسماء متعددة، فيسمى بالخبز الملوح أو الرشوش، وفي حالة كرس الرغيف باليد بعد خروجه من النار يطلق عليه بالخبز الرطب، ولكل من الزبائن تفضيلاته. الخبز اللي عمله أنا عندي ملوح، ملوح صغير، ملوح دبل، في مثلث، في مخمس، وفي رطب زي ما تقول الرطب هذا الكرس عندنا مكانه موجود. معانا الرطب اللي يمشي بزيادة زي الملوح الدبل، لكن الرطب هذا يعني الزبائن مطلوب عليها زيادة لأنه مع السمك مع السحاوي يطلع أحسن من الملوح يعني أفضل. نظرا للمسافة البعيدة نسبيا للموفى الذي يستخدمه صابر في عمل خبزه الشهير، فإنه يستعين بمساعد له ويتم التناول بينهما أقراص الرغيف بطريقة تلفت انتباه من يقف في انتظار تجهيز طلباته من هذا النوع من أرغفة الخبز البلدية. هذه لقطة زي ما تقول الموفى مساخر مني شوية حتى أنا طالع نازل من الدرجة هذه، معانا درجة شوية هنا أتعب فيها شوية حتى اقول له تعال امسك جنبي حتى ارمي له في الخبز عشان يساعدنا في الفرن الثاني عشان يساعدنا ومشي الزبائن بسرعه. يؤكد الخباز الماهر صابر انه عانى من الاغتراب في احدى دول الجوار، غير انه لم يجد متعته سوى في هذا العمل بجانب لهيب الموفى الذي يحترق بناره هو لراحه زبائن المخبازه التي يعمل فيها منذ زمن وتعود عليه بدخل ومردود وفير. المهنة هذه حوالي من عام 2007 حتى 2009 حتى خشيت السعودية جلست 10 سنوات حتى خرجت خروج نهائي من الكفيل طبيعي مخالصة حتى رجعت لعند الكفيل هذا حتى رجعت لعند عمنا هذا اليمني.
وتشتهر تعز بخبز الرشوش البلدي الذي يعطي للأكل مذاقا خاصا بنكهة يمنية لا تقارن مع غيرها من أنواع الخبز الأخرى.